لمواجهة نقص الأمطار وتأمين التزود بالماء الشروب، شرعت السلطات العليا للبلاد بصفة استعجالية في إنجاز عدة مشاريع لبناء محطات تحلية مياه البحر، من بينها مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر للرأس الأبيض الواقعة غرب ولاية وهران، والتي من شأنها أن تعزز من القدرات المائية لهذه الولاية وحتى الولايات المجاورة بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يومياً. هو مشروع استراتيجي تبنته السلطات العليا للبلاد لإيجاد حلاً نهائياً لمشكل المياه في ولاية وهران وما جاورها. المحطة قدرة الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يومياً. معظم الدراسات الانجينيرينج انتهت، نحن الآن في مرحلة البناء، المنشآت القاعدية انتهت، وننتظر التجهيزات الأولية في نهاية ديسمبر 2023. ألف وخمسمائة عامل مسخرين لإنجاز هذا المشروع يشتغلون بنظام المناوبة عبر ثلاث فرق على مدار 24 ساعة ليتمكنوا من إنهاء أشغال إنجاز هذا المشروع الضخم في الآجال المحددة المقدرة بأربعة عشر شهراً. نعمل الآن بوتيرة جد موسى سريعة، حيث قمنا بتسخير جميع الموارد البشرية. يبلغ عدد العمال الآن حوالي 1500 عامل، وذلك بمراحل تناوب الليل والنهار. المشروع يتضمن شبكة توزيع ب 48 كيلومتر من الأنابيب وخزانين، الأول بسعة 50 ألف متر مكعب يقع بعين تاسة ببلدية عين الكرمة، والثاني بسعة 30 ألف متر مكعب ببوسفر دائرة عين الترك، بالإضافة إلى خزانين لكسر الضغط. عندنا هنا دو كوندويت ضامني يدخلون الماء بقدرة استيعابية تاع 700 ألف، في حوالي 700 ألف متر مكعب. ومننا عندنا أن ديكونتور لاميلار، عندنا دي بومب يدمرون الديكونتور لاميلار. لو ديكونتور لاميلار توقع لا ديكونتاسيون. مولا ديكونتاسيون بار جرافيتي تهود لنا عندنا أن فيت خاصابل. في الأر أو عندنا 12 بومب. لي 12 بومب عندنا بور 12 راك. شاك راك عنده 25000 متر كيوب تاع ماء. المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر لرأس الأبيض بوهران مشروع استراتيجي سيؤمن إمدادات المياه للولاية، كما سيعزز القدرات المائية للولايات المجاورة على غرار عين تيموشنت، غليزان ومعسكر.